السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم تريق البحور من قناة جيمرز كيف. نرجع للعبة هاف لايف أليكس. آخر شي عدينا من هالباب اللي كان فيه لغز وحلينا بجدارة، طبعا نكمل في هالفصل اللي اسمه بريكينج اند انترين، وفي أصوات أعداء من البداية انهم الكومباين يطلقون الرصاص على أحد ما يقولون هالكرتون فيه شي. يلا يلا يلا، ايش في القفاز ما يبي يشوف؟ ربما هناك رزن. لا والله لا يوجد شيء، بسم الله والله ظلام تحت، اذا طحت تحت اموت. المهم هالفصل اسمه breaking and entering، معناته شنو؟ الاقتحام والدخول. شنو الشيء اللي راح نقتحمه؟ هل هو الفولت؟ لا ادري، ولكن غالبا نعم. نفتحه هذا الباب. هاي شنو؟ اوه هالليت. اوكي استغربت اقول شنو هالشيء. رصاص، ناخذ رصاص طبعا. عندنا هني بطارية سيارة، نفتش اذا في شيء مثير للاهتمام، ولكن لا يوجد شيء هنا. بعدها عندنا الزومبي على الأرض، شكله ميت غالبا. ناخذ الرصاصة اللي عنده. هني عندنا المادة السامة هذه، وعندنا علاج، ولكن أنا حياتي فل. هاي أصلا ما على راسها هيد كراب ولا شيء. هناك مخمة، هل نأخذها لنخم لنكنس الأرض؟ يا إلهي إن الأرض متسخة، لو أخمنا اليوم لأفسنا قدام ما راح نستفيد شيء. أوكي خل احط يدي على حلجي وانفي عشان اقدر اعدي بدون اي اصابات، وبعدين نمسك اسرح. شوف هاي حي، شوفوا هاي هاي ما ادري. وعندنا بارنكل. نفتح الصندوق. عندنا مطرقة داخل، نحتاج مطرقة في الصج اذا تبون الصج. نحتاج مطرقة في الواقع، لاني شنو أريد أن أكل النقل إلا اثنينهم. هناك شيء في القرنقعون أكله واسمه نقل. خلنا نتراجع عن هذه المادة السامة التي تنفسناها. يلا معي نسوي ريلود هالشكل. أوكي في هذا كراب ثاني ميت، قصدي حي، وهكذا نكون قتلناه. أوكي حياتي ما انقصت زين. فأبي مطرقة في الصج لأنه بياكل نقل، لكن في بيتنا ما عندنا مطرقة، أنتم متخيلين؟ أوكي فنكمل طريقنا من هنا. عندنا هذا الشيء نأخذه، ولا يوجد شيء في داخله بشيء ولا. أوه لا يوجد شيء، إنني أتخيل بعض الأشياء. ولا شو المكان؟ ننزل هني وتبدأ تشتغل الموسيقى، والموسيقى تقول لي ان هناك شيء خطر سوف يحدث هنا. هاي ميت؟ شلون ما داخل؟ زين؟ اوكي هنزل تحت. هاي ميت، واكون حذرة لان احس ان راح يطلعون لي وحوش وسوف يقاتلونني، وانا توني يعني عرفون الواحد عقب ما يصلي يكون في سكينة وهدوء. انا توني صليت التراويح والعشاء طبعا، فالحين فيني هالسكينة والهدوء. بس شكلها لعبة هاف لايف بتطير السكينة والهدوء اللي فيني. ناخذ الرزن اللي حاطينه تحت الدرج ونبحث عن رزن. اوه هناك صندوق هنا، انكسر الصندوق بدون لا ان اكسره. هل في شيء تحت الدرج؟ والله في صندوق. زين ناخذ الصندوق. سؤال مهم، هاي شنو؟ وأنا كيف سوف أعبر من هنا؟ أوكي لازم أحرك هالأشياء، ولكن هالباب بسرعة بطلع يعني؟ حاطيني خشب؟ أنا لازم أروح حق ذيك المنصة عشان أقدر أحرك هذا الشيء الذي يعيق تقدمي، صح؟ يعني في رصاص، وهالباب لازم أبطله. ليش الباب مسكرينه بخشب بهالطريقة؟ هل يوجد عدو في الخلف؟ اوكي هالخشب ما بيطيح. اوكي بطلنا الباب بكل هدوء، وهناك زومبي. بعد يقطع لي اغراض، ما تبغى تخجل.
اوكي تم القضاء عليه، وهني عندنا شيء مبطلة، خل نبطله. اوكي ناخذهم ونحاول نعدي بين هؤلاء الاشياء المزعجين بعدين. ولا خسرت. اوكي نحاول مرة ثانية، وقالت لازم اسوي وايد بسرعة عشان اقدر اخلص. انت بطل؟ اوكي حصلنا ابرة علاج، انا حياتي فل، وحصلنا رصاص. انا باخذ الرصاص، ما كان قصدي اني اطيحه على الارض. زين لكني لا احتاج الى ابرة العلاج. هو عنده رصاص بعد؟ ما عنده شيء. زين هناك في رزن. اوكي خل اروح هناك داخل اولا. اول باب مسكر. زين الحين نكمل هني عند هذه المنصة، في هني لوحة، هني انا لازم اسوي شي صح؟ زين على اي اساس اقرر؟ هذا اللي قاعد يصير. وهذا الخشب انا عقب بحتاج اني اكسره، فمعناته اني بحتاج هاي المنصة عشان اركب عليها صح؟ حننزل هاي تحت. اوه هني في شي قاعد اطالع الوايرات وفهمت. زين هاي شنو؟ اوكي زين الحين نرفع هاي عشان نخلي يصوت زومبي. هاي وين طلع؟ شوف انا هناك يدري يعني؟ ايه الباب مبطل اصلا، بس ما اعتقد انه راح يحاول يجيني الحين صح؟ اوكي ولا انا راح احتاج الانبوب عشان اقدر اعدي صح؟ الحين انا رفعت هالشي، هني شنو اقدر اسوي؟ والله ما ادري شو السالفة. هاي يصير انزله؟ اي يصير. خلنا نشيل هالخشب. شو اركب هني؟ ايوه قدرت انط. تقدر تنط هناك؟ تقدر. اوكي هني طبعا كل شي مكسر وكل شي خربان، فاحنا لازم نركب على هالدري. اوكي وعبرنا هالمنطقة واخيرا. هنفتش اذا في شيء ناخذه ولا لا، او بس نكمل طريقنا وخلاص بدون ما نفتش صح؟ اوه هناك في هاي مال تعديل اسلحة صح؟ Alex, we're getting close to the vault now. You're not going to have many more chances to use your resin. Good point. I'll see if there are any upgrades I can use. I can't believe my pistol's made it this far. I was thinking about giving it to Gordon. بيموت ان عطيتي جوردن. وبروحه شوي ندمان انه هو عطاك انت السلاح. شوي ندمان. زين. خلينا نشوف اذا نقدر نطور شيء. مع ان احنا اخر مرة خلصنا كل الرزن اللي عندنا. بس خلينا نشوف. نحل اول شيء اللغز. اوكي صار. والله ما كنت ادري صار ترى، بس شي قاعد اسوي بعد ما شلون صار. ماي باد. اوكي خلينا نشوف اذا نقدر نطور شيء ولا لا. غالبا ما نقدر، بس خلينا نشوف. اوكي عندنا 9 رزن، هوراي، ما نقدر نطور ولا شيء. اوكي نكمل مسيرتنا وبدون ما نطور أسلحتنا، لأن أصلا كل الأشياء اللي باقي نحن نطورها يمكن تاخذ 35 رزن، لكن احنا ما عندنا إلا 9. وبالعكس أنا أحس إن احنا طورنا بشكل جيد، فما نحتاج إن احنا نحس بالحزن إن احنا هالمرة عدينا بدون ما نطور صح؟ نكمل. في زومبي هناك لا اعرف ماذا يحاول ان يفعل.
ممكن يحاول إن هو يتسلق الدرج. محاولاته طبعا كلها باءت بالفشل. هنبعد عندنا شخص ميت أو زومبي بالأصح. زين لازم نطلع فوق، قربنا من الفولت وأحس إنه راح تصير معركة عودة. اوكي حاطين العلاج، كانهم يجهزوني لشيء شيء ما. راح نعرف يعني في الألعاب دايما لما تقرب من الخطر يجهزونك بالرصاص والأسلحة و العلاج. نبطل الصندوق الفارغ الذي لا يوجد فيه شيء، لكن لا بأس. طبعا هم ما يبون يحطون لي روزن هني لأن يدرون انه خلاص المفروض انا طورت. نسمع صوت رصاص و هناك من يطلق النار، ورصاص شوت كان بغيت ما تشوفه، كان سوف يذهب علي. إن كانت هذه اللغة مفهومة بالنسبة لكم معنى اللي قاعد أقوله شيء جدا ما ينفهم. أوكي نبطل الباب بأقصى قوة عندنا، بعدين نطلع هني و وعيش يبي عنده شيء أبوقه. شايك فيني وأنا أقتلك شي بدون ما تدري. اوكي قتلنا. اوتش. اوكي مات، تعورت شوي رجعت عالج صح؟ طب حاطين علاج هني فخلي استغل الفرصة و اتعالج. اوكي نرجع لساحة المعركة، كانوا قاعدين يذبحون شنو؟ يذبحون انت لاينز، وبعدها طبعا انا هجمت بشكل غير واضح. عندي قنبلة يعني بس اوكي بخليها في يدي. في شيء في السيارة؟ رصاص او شيء؟ ولا في حد يحاول يدور علي؟ المونيوم. ضغط عليهم قنبلة عشان ما ادري ايش فيه. اوكي باقي واحد هناك. راح اعود شلون قربنا من الفولت. اوكي الحين نعدي هالشكل، ندخل في الزرع. نقرب منه وهو ما يدري. ما بعد عندك قنبلة، ما ادري راح اقدر استخدمها ولا لا. نحن نحاول صح؟ قرفت منه وايد صح؟ رخص ما راح طبعا. اوه في هاي متفجرات، خاف هو يستغلهم لصالحه. يلا الحين دوري. اوكي مات. اوكي نقاتل بهدوء. راحين طبعا ترياك شو تسوي؟ تدور اذا في رصاص او شيء. سقط سهوا بدون لا انتبه عليه، لكن واضح انه ما في شيء، لذلك خلنا ندش هني ونشوف هل في شيء مفيد. اوه حاطين علاج. اوه في جنود زياده. قاتل طبعا واللي هات رصاصة في عيني. تعورت؟ اوكي تعور خلاص رصاصة صح؟ اوكي لازم اعبي، ولكني صراحة ما اتذكر شلون. اوه غير الساحج غير الساحج، نسيت شلون يعبون رصيد. يعبون يعبون شنو؟ يعبون رصاص. ها وينه؟ انفجروا اثنينهم؟ شكلهم انفجروا اثنينهم. اوكي نحاول نفهم شلون يصير ريلود في هالسلاح يا اخي. اوكي
حط واحد، حط اثنين، خلاص صح. سوي حط ثلاثة، لا قصدي سوي حط أربعة. أوكي حين الرصاص سويت له ريلود، أو السلاح سويت له ريلود. هاي من؟ من الشاطر اللي يقول هاي؟ دكتور برين اللي شنو؟ اللي سلم لهم الأرض في 7 ساعات. كاتبين عن كارثة بلاك ميسا. في عيون ورا، ما أدري يقصدون عيون من صراحة. ما أعتقد إنه هو شيء مهم، بس صراحة العيون ذكرتني في جيمان. طبعا انتو كلكم عارفين من هو جيمان. في ناس يتساءلون يعني انهم يبون يعرفون هويته هو كشخص من، ولكن الصدق انه ما حد يعرف جيمان هو من اصلا. امسك سلاح جد عشان نقاتل جد. اوكي عندنا هالباب، نكسر القفل وندخل اننا نقتحم الفولت. الكومباين يحاولون يمنعوني بكل الطرق اللي يعرفونها. حصلت achievement. نقتل هالشيء المزعج ولا ثلاثة؟ ولا 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 لا ريلود. اوكي اوكي تعورت يا الهي. اوكي لازم اكسر الخشب اللي هني عشان اعدي. هناك في علاج، هل ارجع اتعالج ولا شنو؟ ما ادري. خليك هني انتظريني، انا اكسر الخشب وعدي. اوه هاي عنده علاج. اعتذر اعتذر يا صديقي على ما فعلته بك، ما كان قصدي اني اقطك. ليش أليكس؟ شنو تبي تتوصلين له من هالسؤال؟ اوكي هناك زومبيات ميتين هنا وهناك. زين لازم اطلع واتسلق. نكمل نكمل بسوي ريلود احسن. اوكي سوينا ريلود. عندنا هني زومبي ميت. اوه في صوت كومباين. اوكي قتلته لكنه عورني شوي، ولكن لا بأس. ولا شنو هالصوت؟ المكان مكسر. ما في شيء عندكم؟ بس شلون انا بطلع فوق؟ ها؟ هل اقدر اسوي شيء هني؟ انا شنو كنا رجعت؟ ولا شنو؟ ولا صح اطلع هني؟ والله ما ادري شو السالفة. المهم طلعنا برا، قاعد نقرب من الفولت. شكل لازم اكمل هالصوب. ولا كومباين رايحت لنا بعد. اتمشى بكل هدوء. ليش راجعتها بكثر؟ شلون اذبحك يا اخي؟ اوكي قتلنا ونكمل مسيرتنا في هذا الطريق المشؤوم. ليش مشؤوم بس شي؟ مزاجي يقول لي انه هو مشؤوم. لازم اكون حذرة والله. يجب ان اترك عني الهبل واركز في اللعبة. لأننا نقترب من النهاية. طبعا اكيد انتوا عرفتوا ان هاي الجزء، ان هذه الحلقة اللي قبل الاخيرة طبعا. اين انتم؟ اوكي بعد في حد؟ والله عبالي رزن يا اخي. ما اقدر استوعب ان الرزن خلاص يعني انتهت قصتنا مع الرزن بهذا الشكل. عندك شي لي؟ لا ما عندهم شي لي. ولا ايش صاير؟ ليش الجسر مكسور هني؟ اوكي لنا نقترب من شيء ما. هذه
هل يوجد كومباين هنا أو هناك؟ في زومبيز ميتين في الأرجاء، هيا أنت أبرة. شكرك تعالجت، إنه شيء طريف. أوكي الحين نقاتل الكومباين بالرشاش طبعا بدون ما يعطيه فرصة انه هو يثور. اوه شكله واحد ثاني جاي، انا ادري من صوت الخطوات تعرفون هاي منو فيهم. اوكي قتلنا. هاي شنو؟ اوه رصاص. هذا رصاص للبندقية التي لا اعرف متى سوف استخدمها. الباب بعد يصير ابطله، وهني في علاج لازم احصل الشيء اللي حق العلاج. في شيء عندهم؟ اوه هاي هم العلاج. اوكي خليك هني معنا، انا يعني حياتي فل حاليا. زين خشي الخشب من على الباب ونكمل. في هذه الغرفة المكسرة. Looks like you will be able to get into the vault from up there. There's a terminal that extends the bridge to the entrance. What's the security like inside? I got it all laid out in front of me, and I tell you, there is security. But I've never seen anything like it. It doesn't make any sense. I guess I'll have to improvise. Don't worry, honey. I'll figure it out. Okay. قول في نوع من الحماية على المدخل، ولكننا شو السالفة؟ ما لازم أروح. الحمد لله شفت الرصاص قبل لا أطلع، ولي قلبي راح يعورني إن أنا خليته خلاص أسير لود. ولكنني كيف سوف أعرف؟ يعني لو رحت وكان في رصاص وأنا ما لنا في رصاص، شلون قلبي راح يعورني؟ إلا إذا أنتوا قلتوا لي إن ترى ترياك خليتي رصاص طايح هناك بدون ما تاخذينه. Alex, dead ahead. Those controls dock the vault to the station. On it. Okay. لازم شو نسوي؟ All right. Here we go. Time to go rescue the savior of humanity. You know, honey, you haven't been doing too bad yourself. Earth could have used you in the Seven Hour War. Maybe we'd have lasted eight. All right. Looks like the bridge is fully extended. Just need to gently dock the vault to the bridge. How hard can that be? Oh god. Ooh. Okay, well, one of these has to bring in the vault for docking. Right? Right? Well, most certainly. Maybe? لا نخمن احنا. No, not that one. شلون اسوي اندو؟ شلون ارجع؟ ما سويت. هاي زين؟ Alex, the bridge isn't moving. Why is the bridge not moving? I know, Russ. I can see it not moving. والله أنا قاعد أجرب كلهم. إيش قاعد يصير؟ ولا؟ بموت؟ أليكس! أليكس! سويت مصيبة أنا. ولا؟ ولا دمرت ال... أوه سويت شيء غلط. ولا سويت شيء صح؟ سويت شيء غلط. ما ادري ايش صار، دمرت الدنيا. لا لا والله ايش هذا اللي صار؟ والله عبالي يعني توقعت اني بموت، يعني الحين بيقولون انا مت. زين ما احنا بيقولون هجوم علي كومباين صح؟ والله هاي شنو؟ اوكي اعتقد ان احنا نعرف هاي شنو، او عندنا فكرة وتصور. اوكي حاطين لي علاج، شكرا لهم انهم حاطين علاج على طول. انت عالج حق المأساة اللي صارت. يعني انا كنت استهبل صراحة، يعني ما توقعت اني بيصير شي شي، بس والله اللي صار شي يصدمني كلش ما توقعته. اوكي تعالجنا، الحين شنو نكمل تحت؟
هذا العلاج ما كان في شيء صح؟ ني أكمل يعني على هالمنصة زين؟ إيه كمل هني ما ادري بيطلعون لي زومبي شنو بيطلع لي يعني كل جهود الكومباين ماتوا غالبا اوكي والله يعني الشيء اللي صار اوكي صوت جهود الكومباين فيها ما تبي تمسك السلاح شكلهم قاعد يشوفون الاضرار فجرته في حد ثاني معه غالبا لا لانه هدوء زين بس احنا نكمل نشوف جوردن فريمان ايش صار عليه واضح انه كلامها عبالها انه هو انه هي قتلته يعني نشوف ولا صاروا اصعب من قبل طبعا راح نحتاج كل الرصاص اللي في الدنيا خدتها كلها صح اوكي نكمل الحين ندخل هني عندك شيء لا اوكي سكينه اليكس توها كانت مستانسه انه يعني سوينا شيء وصلنا حق شيء اوكي ريلود 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 وانا اطالع السلاح اقول ايش فيه ما يبي يثور زي ما في رصاص تمام هل في حد ثاني من جلود الكومباين ما داي حتى تتخيل صح اوكي شكلنا راح نتعبث بالكهرباء شوي يا رب ما يصير بقى ظلام وبعدين اقعد امشي في الظلام واقاتل الوحوش ارجوكم يعني الرعب اللي شفته في الفصول اللي قبل خلاص يعني كفاية علينا زين الكهرباء مشت هني شن يعني الحين صار هاي شيء ولا كان بيطيح علي صار ارفع والله اوكي قدرت اعدي اترو بس المكان اطمن او في صندوق فوق نكسره وناخذ اللي فيه وهني لازم نتعبث بعد اوه نتعبث بالكهرباء زين الكهرباء تمشي هني يعني بطل هالكبت شوف الكهرباء ماشي هني نعدل كهرباء ممتدة هني وبعد نعدل زين وصلناها فوق الحين هاي عشان اركب انا اوكي انا لازم اسحبه هني في شي تقول لازم اروح هذيك الغرفة اظن كان ظلام يخرع يعني ما يسامحكم ما يسامحكم لان في صوت وحوش لا هاي هذيك راب بس اوكي قتلنا نشوف اذا في شي ثاني اوكي ما في شي معناه الظلام اللي يعني الظلام اللي يخرع عرفتوا لازم اركب فوق طبعا اركب فوق ونشوف ايش عندنا شنو الشي اللي لازم نسويه هني كيف هني كهرباء ممتدة في شي اسير في الكهرباء ولا لا اوكي الواير ممتد لين هني وعقب لازم اشغل هاي صح نعدل هاي هاي الموسيقى او الصوت اللي حسسني ان انا سويت شي صح وشغلنا الكهرباء الحين شنو الحين اقدر انزل هني عادي ما بتعور اوكي نزلنا عادي حين اضغط الزر
بسم الله. ليش صوت واحد زين؟ إلا لا 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 مو مصدق. وين دخلت أنا؟ قول لي شو أسوي زين؟ خشيت يعني. ما عندي RPG شلون أقاتله؟ تبغاني يصير أدش هناك بسرعة؟ محاول زين؟ خلاص؟ يلا. طبعا عليك ما تكتب أسرع من شي. اوكي دخلنا كذا اضغط الزر. والله انا صار قاعني حلو في ابره علاج. ايه ما ادري اقعد اوقف شو اسوي ولا قاعد يطلع معاي فوق. اوكي خلنا نخش احسن. مصدوم هاي بيجي يلحقني. اوكي جد الموضوع. روحي 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 روحي. واحد ما يدري يوقف يقعد يحفي يسيف نفسه. معي شو لازم اطب تحت ولا لازم اروح؟ لا اوكي انا كنت تحت. نخش هني. اوف زين بسرعة 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 دش هني. اوكي يمكن نجينا يمكن. لا خليني اشوف طريقي احسن لي. اوه لازم يتعبوننا لازم. خلوني ألعب رياضة. كل الفطور اللي كلته تهضم. زين بسم الله. دخلنا في مكان شكله شنو ولا مو مصدق هالهبل. كسر الحمام. اوكي لازم اعدي كل الحالات يعني شو اسوي؟ في ابرة علاج. خليك معي كومباين بعد الله كومباين طبعا رابعة. اوكي فجرته. هو في كومباين ثاني. هذولي ماسك علاج في يدي. كلك يا تاني تعالجت على الفاضي. اوكي خلاص ولا بعد؟ لازم نسوي ريلود احسن. ايها ثلاثة بس بقوا عندي من هالرصاص. هاي يستهبل قاعد ينتظرني بعد كم لي بعد. امرنا لله. ما كان فضل اطلع وقع يسوي. خلاص هاي عنده شيء عنده رصاص. اوكي هني في حد. هي في كومباين. اوف مو بس كم في قنابل هناك على الطاولة. يعني الاعداء من وراي ومن قدامي. بعد قال قنبلة صح؟ لا 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 لا. اوكي اوكي بقي واحد قتلناهم. حلو خذ رصاص بس. زين سيارة فيها شيء؟ لا. اوكي كم لي؟ عندنا هني علاج. مو بأنتي ترون في achievement إذا كسرت مدى كم غرشة. أتعالج أحسن لي. أخذ قنبلة. هاي بعد عنده قنبلة. هني بعد في علاج. تعالج صح؟ طبعا. نو كومباين. قاعد تعالج وهم من فرق العينين دي. طبعا قنبلة ثانية. ما ادري مات ولا صار في دعوة ما مت. اوكي مات. اوكي تعالجت بس يعني حياتي انقصت شوي بعد. في شي؟
اوكي رصاص، انا ترى بس شي اسوي واللي يطلع، اذا في شي خذته وما في شي خلاص بعد شو نسوي. ليش افتش؟ لانه وايد احتاج رصاص حق هالسلاح طبعا، لانه هو اكثر سلاح انا استخدمه حاليا في قتال الكومباين، لان الكومباين طبعا تحتاج لهم اقوى سلاح ممكن تحصله. قنبلة بعد اوكي عشان تقتلهم. اوه كرصاص، خلا بطل هاي، في صوت صح؟ كله علاج؟ ما ادري، خلي معاي ابرة علاج ثانية. وين طريق؟ اوه كان لازم اروح هناك يمكن. شرايكم اخلي معاي ابرة علاج ثانية ولا اتم على القنابل؟ شنهم عندهم ماي القنابل صح؟ خلا اخذ هذا العلاج وحطه بدل هالقنبلة. اوكي هالشكل صار عندي علاجين وقنبلة في واحدة في يدي، هالشكل لازم اعدي محني. والله توقعت ولا مصر يفجرني بعدين. الله، يعني حيانا بنخش، يعني حيانا شنو بعدي؟ لازم اعدي هناك. صار شي اعدي ولا ما يصير؟ ولا بموت؟ شنو بموت؟ لا اوكي والله بموت، حياتي كلش. شلون يدورون والله؟ انا لازم اروح فوق؟ شلون لازم اروح فوق؟ من خشب بعد اتعور. تعال هني خل اعرف اقتلك يا اخي. قتلنا الكومباني المساعة قاعد يدور علي، يعني انا لازم اكمل هني. اوكي مش قوي كفاين، جاي وراي، حس برشه شي وراي بس مخ ما ادري يا اخي، ولا دخلت بالطوفة. اوف ايش هالمأساة، استخدمت كل ابر العلاج اللي عندي. Russell, big gun up ahead. I think I've got an idea. I just had it too, and it's a good one. اوه شكله انا لازم استخدم السلاح اللي قاعد اتكلم عنه. ولا قاعد يحاول يسد عليه الطريق. لا 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 يصور. والله شكلي ضحك وانا من خشورة الطوفة. روحي اوكي ما صار لي شيء، بس انا قلت احكي بس لان اخف صراحة. ولا ما حد كان بيصيدني صدق. ولا 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 اوكي انزلي انزلي. ايش قاعد نسوي احنا اليكس؟ وين لازم نروح؟ في ابرة علاج ثانية. اوكي خليك معاي. اوكي وصلنا وصلنا حق السلاح. اوكي هالشكل يدورون؟ شلون اثور زين؟ والله ما اعرف شلون اثور فيه ترى. ضربته ضربة واحدة حلو. اوكي مرة ثانية، بعد 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 بعد. اوه راحت ورا ما صادته. مات مات. اوف اخيرا
So I thought I'd lie. Yeah. Well, you did. Well, you did it. Oh, wait. Should I hide? ايش قاعد يصير؟ قاعد يسحبون كل شيء، يعني بيسحبوني انا بعد؟ شلون اروح زين؟ هاي فورتيجاند قاعد يسحب ولا شنو؟ ما ادري شو السالفة يا اخي. اي والله قاعد يسحب. اوه سوى لي طريق. Alright, Alex. That tractor beam over there looks like it'll get you up to the vault. Got it. Okay, يلا نروح في الفولت. أخيرا بندش الفولت. طبعا أليكس الحين تطير. رايحين حق الفولت. Okay. أوه استحتي. استحتي هي. No. أوه. ما أدري ليه كلموني. This is it. Yeah. And then you'll come out with Gordon. اوه في شيء غلط. ولكن نكون خلصنا الفصل العجيب. الحلقة راح تكون الحلقة الأخيرة. أرجوكم بدون حرق. أي تعليق راح يكون في حلقة راح أمسحها. فأرجوكم لا تحرقون. ننتظر الحلقة الأخيرة. أعطيناكم في هالحلقة وفي الأحداث والأكشن اللي صار طبعا. كانكم معك شيء تحمل روحكم والله يحفظكم. نسيت أقول لكم بيتكم مبارك مقدما. مع السلامة.